مرحبا بالأعزاء من جديد، ومع الفقرة الثانية فقرة رائج. وكما عودناكم مشاهدينا الكرام أننا نحاول أن نستعرض لكم أخبار ومواضيع تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت متداولة عند الكثير من الأفراد في السوشيال ميديا. مشهد يجعلنا نقف قليلا: ابتلاء حفرة لأحد الباصات في إحدى شوارع محافظة مأرب، والذي أثار استغراب الكثير، وتداول هذا المقطع الكثير من رواد ومغردين مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد مع بعضنا هذا الفيديو. هناك تعليقات كثيرة على هذا الفيديو، ومن بينها من إيام سالم. إيام سالم بتقول: كان ممكن يسحبوه لسيارة ثاني بحبل، الله يعوض صاحبه، بس لو ممكن نعرف الحفرة إيش سببها؟ هناك تعليق من وليد الطيار. وليد بيقول: سبحان الله العظيم، هذه عبرة من الله سبحانه وتعالى. لما يكون أي شيء مكتوب لك تلاقيه كان حادث أو يتقلب أو واحد يصدمك، وهذا شوف كيف الباري كتب له هذه عبرة من الله. أحمد قحطان بيقول: البنية التحتية خاوية خلاص من كثرة السيول والمجاري، أتأكلت ما في بنية تحتية، أبسط زلزال بيخفي مدن، بس الله ساتر علينا. محمد أحمد بيقول: الله يعوض عليه، هذه نتيجة عمل الزفلت بدون دك الأرض.